سيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالنيابة، سيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، السادة أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، السيد رئيس عصبة الشرق لكرة اليد، السيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفدرالية للاتحاد الافريقي لكرة اليد، السادة ممثلي المؤسسات المالية، السادة الفاعلين الاقتصاديين، السيد رئيس إفراز الفدائيين المساند الرسمي لمشجعي الهلال الرياضي الناظوري لكرة اليد، المواقع الإلكترونية المحلية. بداية أود أن أشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه الندوة. هذه الندوة بطبيعة الحال التي سوف نسلط أضواء على شرف احتضان مدينة الناظور والمنطقة الشرقية لأول مرة في تاريخ هذه المنطقة أنها تحتضن هذا الحدث، هذا الزخم للبطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد. هذا شرف بطبيعة الحال ليس للفريق، بالعكس هو شرف لكل الساكنة، لكل مكونات الفاعلين الرياضيين في المنطقة. البطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد كان هذا في الحقيقة حلم. احنا بدورنا كفريق بكل صراحة لم نكن يعني نظن، لما وضعنا ملفنا لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد من أجل منافسة مجموعة من المدن التي ربما لها باع في كرة اليد، ولكن الحمد لله بحاجة ترافق الجهود، خصوصا وزارة الوصية، وزارة الشباب والرياضة، وكذلك السفير وسفراء المملكة المغربية في الدول الإفريقية التي ساندت الملف الناظوري بكل جدية، والحس الوطني بطبيعة الحال اللي كان حاسم في هذه النقطة. اللي كنشكروا بزاف الدبلوماسية الموازية والوزارة الخارجية أيضا لساتنا من أجل كسب ذهان شرف احتضان البطولة الإفريقية، وما نخصوش أيضا العمل ديال السيد العضو الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية السيد يزيد السعادي اللي بدل. وهذا حلم كان كيراودو هذا المدة من 5 سنين، والحمد لله تحقق بناء على داك الشيء اللي قال السيد الرئيس. وبالتالي كنطلب منكم التحية والسيد سليمان الزبير راح يتحدث. الجدول الاعمال ديال هذا اللقاء راه عندكم، غادي نحاولوا نقرا عليكم. وحنا اتفقنا انه ما بين الكلمات والاسئله ديال الصحافه والاجوبه ما غاديش نكون ساعه ونص، وبالتالي حنا غادي نحاولوا نكونوا صارمين في الوقت باش انتم تفتحوا الوقت ديالكم. اذا في جدول الاعمال كاين بعد كلمه السيد الرئيس غادي نقدموا لكم واحد البطاقه تقنيه حول الدوره ديال الدوره 37 للبطوله الافريقيه لكره اليد، ثم كلمه ديال السيد رئيس مجلس الجهه بالنيابه، ثم كلمه ديال المجلس الاقليمي، ثم كلمه الحضور الكريم الاسماء. واقول اخواني الاعزاء ايها الحضور الكريم، اولا اريد في البداية أن أشكر منظمي هذه الندوة الصحفية على استضافتي شخصيا، وكذلك بصفتي رئيس مجلس البلدي للعلوي التي ستحتضن جزءا من هذه البطولة الهامة. وأريد بهذه المناسبة أن أقول لجميع الحاضرين وكذلك عبرهم الساكنة في الناظور والجهة الشرقية بصفة عامة، أن أقول لهم هنيئا لنا جميعا وهنيئا للوطن كذلك على تنظيم هذه التظاهرة المهمة القارية، لا وهي البطولة 37 للأندية البطلة لإفريقيا فيما يخص كرة اليد. فهذا شرف عظيم. لا أتذكر أن مدينة الناظور نظمت تظاهرة رياضية قارية أو دولية كهذه،
منذ سنوات. ففي هذه المناسبة أشيد بالساكنة وكذلك كل المسؤولين الإقليميين والجهويين وعبرهم وسائل الإعلام كذلك لتعبئة جميع الطاقات من أجل إنجاح هذه التظاهرة الهامة. فبكل صراحة بقدر ما نحن يعني نفتخر بتنظيم هذه التظاهرة في الناظور في مدينة الناظور في إقليم الجهة الشرقية، بقدر ما أقول بأن التنظيم فيما يخص تظاهرات كهذه يجب أن نتسلح بالصبر وبالتعبئة وبالتنظيم المحكم لإنجاح هذه التظاهرات. كذلك نرحب أعضاء الجامعة الحاضرين السيد رائد الأصبع عبد الإخوة رؤساء الجامعات الحضرية القرارات تستخدم في باقي بطبيعة الحال حلم مذكرة ديال الناظور بوحدها الناظور جزء من المنظومة ديال الكرة الوطنية حلمنا جميع، ولكن هذا الحلم انطلق منذ نهاية البطولة العربية ديال بلكان واللي كنا جد مسرورين أن كانت ناجحة بكل المقاييس. نجحات بلكان دخل التحدي ديال إخوان الناظور، كنتمنى إخوان الناظور يلقاو نفس الدعم اللي لقاو من بلكان، لأننا يعني كنخاف وغادي تجربة متواضعة. عبد الربيه عضو اتحاد الفرق والاتحاد الدولي كنحضر لهذه اللقاءات وكيبان لكم في الاول، ولكن كندخلوا المعقول كنلقاو غير المسيرين ديالنا. كنتمنى نشوفوا هذه الوجوه في البطوله دعم، لان الشعارات في هذه اللقاءات كاينين، وكان صراع قوي باش حصلنا على تنظيم رائع يفوز على بلدان رائعه. راه ماشي سهل، لان الى قلنا انقره عندهم قاعة ثانية، أحسن قاعة ثانية في العالم، وهي عندهم أحسن قاعة هي ثانية بالكلاسي. ومنين نحيدوا لهذ البلدان تنظيم ونحن الناظور معنا تحدي كبير. غيجيو يشوفوا هاد الناس هاد 35 نادي اللي غاتجي للناظور، غاتجي صواب باش نحن الناظور تنظيم، ولا كانت أيادي خفية اللي ساهمت باش تمنح الناظور شرفنا. كنتمنى من تشارك لنا بأصابع الاتهام هذه البطولة ونجحوا جميع، لأن بعد انتهاء البطولة غتكون عندنا انتخابات اتحاد الفرق. بمعنى إلى حق يزيد على المنصب كنحافظ على النجاح في البطولة، مشى لي المنصب ومشي لي بفشل في البطولة. كنتمنى أنهم يخرج الناظور رسالة هي عندي يحددوا التاريخ بالضبط، لأنه كاين نورمالمون حنا في الاتحاد الافريقي محددين لوفا لو 30 لارفي لو 19 وديفار لو 20، ولكن بحكم تعطاتني هذه الصلاحيه انني مغربي وجد فخور انني نكون المغرب في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، حسيت بان يجب استثمار هذا الحدث والاحتفال بعيد المسيره ويعفو الافارقه اللي كيجيو البطولات غير باش يشاركوا، ان المغرب راه عنده تاريخ وعنده اصول وعنده ثقافه اللي خصو يكتشفها في مدينتنا. المناسبات واليوم سجلت حضورها يجب ان ندعمها. اعتقد على ان الحضور ديال المجالس المنتخبه معنا اليوم، ولا السيد رئيس الغرفه التجاريه ولا الساده رؤساء المجالس البلديه باستثناء المجلس البلدي ديال الناظور اللي ما عرفتش علاش ما حضرش، هذا يستحق منا ان نصفق له بحراره. انا كنعتبر احنا كنعانيو من غياب ديال واحد العدد ديال المجموعه ديال المجالس اليوم الا جات حضرت معنا هذا العرس
اللي خصنا في دار عبد الحال اننا نكتفوا الجهود ديالنا من اجل انجاحه. اعتقد على ان هذه خطوه داله على ان التظاهر ان شاء الله سيكتب لها النجاح مستقبلا. ثم احيي كذلك الحضور ديال السيد المدير الجهوي مصحوب بمدير المجموعه ديال الناظور ديال البنك المغربي للتجاره الخارجيه، الحضور ديالهم هنا الوزير في القاعه نصفق له بالعرب. بغيت نعرف باختصار السيد رئيس الجلسه المسيره، واش وزاره الشباب والرياضه ستدعم هذه التظاهره؟ لان شتى ما فهمتش انا، السيد النائب اشار الى الدعم اللوجستيكي، واش ما دخلش فيه الدعم المادي ولا شي حاجه؟ بغينا نعرفوا المساهمه ديال وزاره الشباب والرياضه في مثل هذه التظاهره اولا. ثانيا، واش كتفكروا انكم توسعوا برنامج باش يشمل واحد المجموعه ديال الامور في المنطقه؟ لان بغينا نسوقوا المنتوج ديال الناظور، نسوقوا المنتوج ديال المنطقه الشرقيه كما قال السيد نائب رئيس الجهه الشرقيه. هذه فرصه مهمه، خصوصا وانه غادي يكون واحد الحضور مكثف ديال المحطات الفضائيه العالميه، واحد الحضور مكثف ديال رجال الاعلام. ما بغيناش تمشي هذه المناسبه كذلك غادي تمشي هكاكوها، لابد خصنا اننا نسوقوا المشاريع ونسوقوا المنتوج ديال الناظور وديال المنطقه الشرقيه مع متمنيتي للتظاهره بكامل النجاح والتوفيق.